بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في محاضرة رياضياتية جديدة، ما زلنا فيها مع الوحدة الثانية العمليات الحسابية، وهذه المرة سنكون مع العمليات الحسابية على الأعداد العشرية. في محاضرتنا اليوم سنتناول العناصر الأساسية التالية. ننتقل أولا إلى جمع وطرح الأعداد العشرية. هناك قاعدة في جمع وطرح الأعداد العشرية تقول: قبل الجمع أو الطرح لا بد وأن نساوي عدد الأرقام الموجودة في المنازل العشرية أو الأجزاء العشرية. كيف؟ بوضع أصفار بحيث تتساوى مع نظيرتها. ما معنى هذا الكلام؟ كي نفهم هذا الكلام لدينا هذا المثال. لدينا العدد 3.251 جزءا من 1000، والعدد 4.7 أجزاء من 10. إذا أردنا جمع هذين العددين قبل الجمع لا بد وأن نساوي عدد الأرقام في المنازل العشرية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هنا 3 منازل، 2, 5, 1، يعني جزء من 10، جزء من 100، وجزء من 1000. أما هنا فمنزلة واحدة هي الجزء من 10. إذن لكي نساوي هذه المنازل، يعني أساوي المنازل يا دكتور، أحط 5 و1 يعني ولا إيه؟ لا 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 أقصد ذلك. أساوي المنازل يعني هناك 3 منازل، إذن هنا 3 منازل، وهذا فقط في الأجزاء على يمين العلامة العشرية. فبالتالي سيصبح هذا العدد كما هو 3.251. أما العدد 4.7 سيصبح كما يبدو لكم 4.700. وهذا لا يؤثر إطلاقا على قيمة العدد، لأن الأصفار التي على يمين الأعداد التي على يمين العلامة العشرية هي ليس لها قيمة، هي تحدد فقط هذه المنزلة. وبالتالي يمكن حذف هذين الصفرين. ليه ضفنا صفرين؟ يبقى احنا عندنا هنا 3 منازل، ادي 3، فبالتالي هنا كمان عندنا 3. يبقى انا ضفت صفرين لان انا هنا عندي 3 منازل عشرية، يبقى هنا لازم يكون عندي 3 منازل عشرية ايضا. والكلام ده بيتطبق في المنازل العشرية وليس في الاعداد الصحيحة. يعني لو هنا في 53 مثلا وهنا في 4 عادي. خانة الجزء من 1000 مع نظيرتها، كل خانة مع نظيرتها، هو ده معنى كلمة ثم نجمع أو نطرح كل خانة مع نظرتها اللي فوق دي. يبقى نبدأ نقول كده 1 - 0، طبعا هيكون 1 + 0 أقصد سيكون ناتج 1. 5 + 0 سيكون الناتج 5. 2 + 7 - 9. بعدين البوينت وصلت لها فأبدأ أحطها، أحط البوينت على طول. ببدأ إن أنا أجمع 3 + 4 = 7، وبالتالي أصبح الناتج 7.951 جزءا من 1000. يمكننا أيضا جمع هذين العددين بالطريقة الرأسية كالتالي. نكتب العددين رأسيا، الخانات زي ما انتم شايفين كده تحت بعضها، جزء من 1000 مع جزء من 1000، جزء من 100 مع جزء من 100، جزء من 10 مع جزء من 10، والأحاد أو الوحدات مع الوحدات. وبالتالي عند الجمع 1 + 0 سيكون ناتج 1، 5 + 0 سيكون ناتج 5، 2 + 7 سيكون ناتج 9، والبوينت تنزل
وتلاتة زائد أربعة سيكون الناتج سبعة. إذن يمكن الجمع بالطريقة الأفقية والطريقة الرأسية أيضا. طبعا الجمع أو الطرح نفس الطريقة بالضبط. طيب نأخذ أمثلة أكثر. لدينا هذا المثال 1.863 جزءا من 1000 طرح 27 جزءا من 100. طيب كيف نطرح هذين العددين؟ كما قلنا أولا نتأكد من عدد الكائنات العشرية، وملناش دعوة يا جماعة بالأعداد الصحيح، قلنا الكلام ده ملناش دعوة هنا في كام وهنا ملناش دعوة، احنا بنتكلم على المنازل العشرية. هنا ثلاثة منازل، أما هنا منزلتين فقط، وبالتالي لابد وأن نساوي عدد المنازل، يبقى هنا ثلاثة يبقى هنا ثلاثة، وبالتالي عند 27 جزء من 100 سوف نضع صفرا، نعم سنضع هنا صفرا كما يبدو لكم. أنا طبعا بدأت أشتغل بالطريقة الرأسية لأن الكثير من كنا يحبها أو يفضلها، وبالتالي هبدأ إن أنا أجمع، ولكن لما جيت كتبت العدد طبعا كتبت العدد الأول زي ما هو لأن المنازل العشرية بتاعته هي أكتر، وبالتالي فمش هتأثر، وبدأت أكتب العدد التاني بس بإضافة صفر للسبعة وعشرين جزء من 100 بقت 270 جزء من 1000. أبدأ أعمل عملية الطرح 6 3 ناقص 0 3، 6 ناقص 7 طبعا ده ما ينفعش. هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ طبعا أستلف من اللي جنبها اللي هي التمانية، فتصبح الستة دي 16، أستلف منها إيه يعني؟ أستلف منها واحد قيمته 10، صح طبعا، 10 الخانة اللي يعني طبعا انتوا عارفين ان كل خانة طبعا اكبر من اللي قبليها بعشر اضعاف، ده القصد واكبر منها بعشر اضعاف، وبالتالي هبدأ احط الواحد على الستة بقت 16، والتمانية دي هتبقى 7، كلام جميل. 16 ناقص 7 يكون الناتج 9، و7 ناقص 2 هيكون ناتج 5. البوينت أو العلامة العشرية تنزل زي ما هي، 1 ناقص 0 1، إذن أصبح ناتج الطرح النهائي هو 1.593 جزءا من 1000. لدينا أيضا مسائل الجمع والطرح التالي. المسألة الأولى 18.43 جزء من 100 و 192.71 جزءا من 100. الحقيقة هنا الأجزاء أو عدد المنازل متساوي، يبقى هنا 4 3 وهنا 7 1، هنا في منزلتين وهنا في منزلتين عشريتين، وبالتالي أنا مش هضيف صفار ولا أي حاجة. كل اللي أنا هعمله هبدأ إن أنا أجمع مباشرة. طيب يا دكتور هنا في الأعداد الصحيحة 3 منازل وهنا في من، إحنا قلنا يا جماعة الأعداد الصحيحة لا ننظر إليها إطلاق، إحنا مشكلتنا كلها في المنازل العشرية، لابد أن يكون عدد المنازل في العدد الأول هو بالظبط عدد المنازل في العدد الثاني، وبالتالي هنا عدد المنازل في العددين متساويين، منزلتين هنا ومنزلتين هنا، وبالتالي سنجمع بشكل عادي جدا. هيكون المسألة كالتالي، هنجمع بالطريقة الرأسية 3 زائد 1 4، 4 زائد 7 11، ومعانا الواحد طبعا، أبدأ أحط الواحد على اللي جنبها اللي هي التمانية فبقت 9، ومنساش البوينت حطها كده أول ما وصل لها، 9 و2 11 هيبقى معانا الواحد تاني، 1 ومعانا الواحد على الواحد فوق بقت 2، 2 و9 11، 1 برضو معانا الواحد على الواحد اللي موجود هنا بقى الناتج 2، وبالتالي
هيكون الناتج النهائي 211.14 جزءا من 100. ندخل على مسألة الطرح. هبص الأول على المنازل العشرية. يبقى قبل ما أجمع وبطرح لازم يا جماعة أبص على المنازل العشرية. المنازل العشرية هنا عددها منزلة واحدة، المنازل العشرية هنا عددها منزلتين، وبالتالي لابد من مساواة المنازل العشرية. هنا منزلتين، هنا منزلة واحدة، وبالتالي سنضيف صفرا هنا. هو لا يؤثر، لا يؤثر، لا يؤثر، وبالتالي سنطرح العددين 183، شايفين الصفر اللي احنا ضفناه، ناقص 48.91 جزءا من 100. هبدأ أجري عملية الطرح. صفر ناقص واحد، طبعا ما ينفعش، ينفع أطرح من الصفر واحد؟ طبعا لا. فهبدأ أستلف من التمانية، التمانية دي هتبقى سبعة، والصفر ده يبقى عشرة. عشرة ناقص واحد تسعة، ودي بقت سبعة ناقص تسعة، طبعا ما ينفعش، فأبدأ أستلف من التلاتة، التلاتة بقت اتنين، والسبعة دي بقت سبعتاشر. 17 ناقص 9 8، وهنا 2 ناقص 8 برضو ما ينفعش، هبدأ أستلف من الصفر مش موجود، فأستلف من الواحد أه موجود، يبقى إذن الواحد هنا هيكون صفر، والصفر ده هيكون 10، بس هستلف منها للاتنين دي، فهيبقى دي 9 ودي 12. 12 ناقص 8 هيكون الناتج 4، ودي ما تنسوش 9 ناقص 4 هيكون الناتج 5. طبعا عايزكم تعملوا الكلام ده بإيديكم وتطرحوا وتجمعوا بحيث المسائل تبقى سهلة وبسيطة معاكم. يلا بينا ننتقل لتمرين آخر. بيقول لي تخيري الإجابة الصحيحة فيما يأتي. السؤال الأول: ناتج جمع العددين 6.2321 جزءا من 10,000. طبعا النطق ده مش لازم ان احنا يعني نعرف 2300، لا احنا خلاص 6.2321 مفيش مشكلة، زائد 5.74 جزءا من 100. ازاي هنجمع؟ بس ببساطة زي ما سمعت كده احدى كنا او متوقع انها هتقول كده، لازم الاول يا دكتور نبص على المنازل العشرية. احنا اتفقنا خلاص قبل الجمع او الطرح لابد ان ننظر اولا المنازل العشرية. هنا يوجد اربعة منازل، هنا يوجد منزلتين فقط، إذن سنضيف صفرين هنا. يبقى قبل ما أبدأ إن أنا أحل هضيف صفرين هنا، فهيبقى العدد ده عبارة عن 5.740، يعني 7400 جزء من 10,000. كلام جميل. هبدأ إن أنا أجمع بالطريقة الرأسية أو الأفقية براحتكم. طيب هنجمع كده بالطريقة الأفقية بسرعة. واحد زائد صفر يكون واحد، طبعا المسألة جمع. اتنين مع صفر اتنين، تلاتة مع اربعة سبعة، احنا لغاية دلوقتي ماشيين واحد اتنين سبعة. مين العدد اللي هنا اللي فيه واحد اتنين سبعة في الأول؟ أيوة طبعا ده واحد اتنين سبعة اهو. فاحنا خلاص عرفنا الإجابة الصحيحة، لكن هنكمل. هبدأ إن أنا أكمل. اتنين زائد سبعة تسعة، احنا بنتأكد 100% بقى، والبوينت تنزل زي ما انتوا شايفين، وخمسة وستة 11، فهيكون الناتج طبعا النهائي عبارة عن 9721 جزء من 10,000. يعني لا يهمنا النطق، ولكن يمكننا ان نقول 11.9721 وخلاص. ننتقل لمسألة الطرح. لدينا المسألة التالية: 113.7 جزء من 100، 7 أجزاء من 100،
هنطرح منها 42.7 جزء من 10. طيب الحقيقة هنا هبدأ أبص على المنازل العشرية، ده اللي يفرق معايا. هنا منزلتين عشريتين 0 و7 زي ما انتم شايفين كده، أما هنا فمنزلة واحدة، وبالتالي قبل ما أبدأ إن أنا أطرح هبدأ إن أنا أضيف 0 هنا، فيصبح هذا العدد 42.70 جزءا منه. وبالتالي هأجري عملية الطرح، 7 ناقص 0 يكون الناتج 7. طبعا هذه الاختيارات يعني إحدى، كنا دكتور أنا أول واحدة طرحتها 7 ناقص 0 هيبقى 7، هي اللي أولها 7 فين يا دكتور؟ هي أولها 7، هي دي اللي صح. هنشوف طبعا دي وجهة نظر، طبعا كلام جميل. طيب 0 ناقص 7 طبعا مش هينفع، أنا بطرح العدد اللي فوق ده عشان ما تتلخبطوش. 0 ناقص 7 مش هينفع، هستلف من 3 بقت 2، والصفر بقى 10 ناقص 7 3، وهبدأ أكمل هيطلع طبعا الناتج معايا 70.37 جزءا من 100. طبعا 70.37 جزءا من 100 هو ناتج الطرح النهائي الصحيح. هذا فيما يخص جمع وطرح الأعداد العشرية. إذن بملخص شديد جدا، هي قبل جمع وطرح الأعداد العشرية لابد وأن نساوي عدد المنازل العشرية في العددين أو الثلاث أعداد أو الأربعة التي نريد جمعها أو طرحها، بس كده. وأبدأ أجمع وأطرح بالطريقة العادية خالص، كل خانة مع نظرتها. يلا بينا يا بنات ننتقل للعنوان التالي أو العنوان الثاني أيضا في محاضرتنا اليوم، وهو ضرب الأعداد العشرية. هل الضرب له علاقة بالجمع والطرح، وإن إحنا بقى بنقعد بقى نساوي الأجزاء والكلام اللي إحنا قلناه في الجمع والطرح ده؟ الحقيقة لأ. طب إحنا بنعمل إيه يا دكتور؟ حضرتك إحنا بنضرب ضرب عادي جدا زي ما ضربنا، أو زي ما إحنا بنعرف نضرب الأعداد الصحيحة. زي ما حضرتك بتقولي كده 2 × 3 × 6 و2 × 7 × 14 و3 × 9، زي الضرب العادي. زي الضرب العادي بالظبط، ولكن في جزئية بسيطة. علشان نضرب الأعداد العشرية أول خطوة بنعملها يا جماعة بنتجاهل العلامة ونضرب الضرب بتاع الأعداد الصحيحة العادي جدا. طب وبعدين أبدأ بعد ما أطلع ناتج الضرب اللي هو بالضرب العادي جدا أحط العلامة العشرية. نبدأ نضع العلامة العشرية، ولكن هنضعها ازاي؟ الحقيقة أنا حابب أشرح الكلام ده من خلال المثال التالي. فلدينا هذا المثال 2.31 جزءا من 100 ضرب 3.2 جزء من 10. طيب يعني إحنا كنا يا دكتور هنا هنساوي المنازل العشرية، فهنا هنضيف 0. الكلام ده يا جماعة قلنا في الجمع والطرح وليس في الضرب، رجاء أن نأخذ حذرنا. إذن هنا سنقوم بالضرب بتجاهل العلامة العشرية، يعني هنضرب عادي جدا وإحنا متجاهلين العلامة العشرية. إذن هنبدأ نكتب، ده عبارة عن 231. دكتور فين العلامة؟ ما أنا تجاهلتها كأنها مش موجودة. وده عبارة عن 32، هنضرب في 32 ازاي؟ ما انا برضو تجاهلت العلامة. يبقى احنا بنتجاهل العلامات العشرية ونبدأ نضرب الضرب العادي بتاعنا. هنبدأ مسألة الضرب، نقول كده يلا هنبدأ طبعا هنبدأ ازاي يا جماعة عشان الناس اللي ناسية، نبدأ بخانة الأحادي الأول اهو، نبدأ نضربها في كل الخانات اللي فوق، وبعدين أول ما نخلص ندخل على خانة العشرات، وما ننساش نسيب مكان فاضي تحت الأحاد، صفر حفظ الخان، أو ممكن ما نحط الصفر. نبدأ على خانة العشرات، هنبدأ خطوة خطوة عشان ما نتلخبطش. يلا بينا نبدأ نضرب الاتنين في كل اللي فوق. 2 × 1 × 2، 2 × 3 × 6، 2 × 2 × 4. كده أنا خلصت خانة الأحاد، أسيب تحتها فاضي رجاء، ما اكتبش بقى حاجة تحتها.
أبدأ أنقل على التلاتة أضربها في كل اللي فوق. التلاتة كانت العشرات، يبقى هبدأ أكتب من تحت العشرات يا جماعة. تلاتة في واحد بتلاتة، تلاتة في تلاتة بتسعة، تلاتة في اتنين بستة. إذن هبدأ بعد كده أعمل عملية الجمع. الاتنين ما تحتهاش حاجة، هتنزل زي ما هي، ستة وتلاتة تسعة، أربعة وتسعة تلتاشر، ومعانا الواحد هيروح على الستة بقت سبعة. إذن الناتج 7392. ولكن يا دكتور، حضرتك قلت لنا احنا هنضرب الاعداد هنضرب الاعداد العشريه كانها اعداد صحيحه، وبعدين في الناتج هنعمل حاجه كده حضرتك لسه ما قلتهاش، قلت هنقولها من خلال المثال. دي حقيقه. هبدا يا بنات بقى اعد، هو في كم منزله عشريه عندي في العددين معا، سواء ده او ده، ولو كان في واحد بس اللي فيه منازل عشريه والتاني صحيح، ماشي عد عد المنازل العشريه اللي موجوده. هنا في منزله واحده يبقى دي واحد، هنا في منزلتين يبقى اتنين وواحد، يبقى هنا تلات منازل عشريه، منزلتين اهم، ودي منزله عشريه واحده. انا بعد تاني، بعد عدد المنازل العشريه، هنا منزلتين وهنا منزله خانتين يعني، يبقى اذا بقى عندي ثلاث منازل عشريه، يعني ده معناه ان انا سوف اضع العلامه العشريه بعد ثلاثه منازل عشريه من جهه اليمين. يبقى عدد الخانات العشريه او المنازل العشريه عندي ثلاث خانات، هيكون الناتج بالكتالي، هيكون الناتج 7392 جزءا من 1000. طبعا انا هنا حطيت العلامه العشريه يا جماعه، وضعناها بعد ثلاثه ارقام من جهه اليمين. ليه ثلاثه منازل؟ ليه؟ لان هنا كان في ثلاثه منازل عشريه. تمام، الجزئية دي تكون وصلت، ودي طبعا طريقة ضرب الكسور أو الأعداد العشرية. كل الضرب بيتم بهذه الطريقة. تعالى بقى ننتقل، تعالوا يا بنات ننتقل إلى مسائل أخرى. احسبي ما يلي: 5.3 جزء من 10 في، طبعا في دي يعني ضرب، 5 أجزاء من 10. هنبدأ نتجاهل العلامة العشرية تماما. كما يبدو لكم هيكون 53 في 5. طب والبوينت توصل؟ ما هو يا جماعة أنا بتجاهل العلامة العشرية، فهيبقى دي 5 وجنبها صفر على الشمال، فتبقى 5 يعني، هو تكتبه 50 بالله عليكم. فبالتالي هيكون ناتج الضرب كالتالي: هنضرب الخمسة في كل اللي فوق، 5 في 3 في 15، ومعانا الواحد في مخنا طبعا، 5 في 5 25، وفي واحد في مخنا بقت 26. بكتبها زي ما هي لأن خلاص ما بقاش عندي أعداد أضربها، فهيكون الناتج 265. أبدأ أبص على المنازل العشرية. يلا ننظر للمنازل. هنا منزلة وهنا منزلة، إذن سنضع العلامة بعد منزلتين. إذن سنضع العلامة بعد منزلتين من جهة اليمين مش من جهة اليسار بالله عليكم. فنعد كده 5 6 ونحط البوينت أو العلامة العشرية بتاعتي، فيكون الناتج النهائي 2.65 جزءا من 100. لدينا أيضا المثال التالي: 6.32 جزءا من 100 ضرب 3. ماذا سوف نفعل؟ نعم، هنا يا دكتور انا اتفاجئت ان في عدد ما فيهوش منازل عشريه. مفيش اي مشكله، احنا بنضرب الاعداد العشريه والاعداد الصحيحه بنفس الطريقه، بنفس الطريقه نتجاهل العلامه العشريه تماما كما يبدو لكم. فهيكون المساله هتكون 632 ضرب 3. طب فين البوينت؟ قلنا بنتجاهل العلامة العشرية. وهبدأ إن أنا أضرب التلاتة في كل المنازل اللي فوق دي. 3 في 2 ب6، 3 في 3 ب9، 3 في 6 ب18، خلاص كده
ابدأ بس اعد المنازل اللي موجودة. دكتور هنا التلاتة دي ما فيهاش منازل. عادي، ايه المشكلة؟ عد المنازل اللي موجودة عندك. المنازل اللي موجودة عندك كام منزلة؟ ادي واحد، ادي اتنين، يبقى هنا في منزلتين، فهحط العلامة العشرية بعد منزلتين من جهة اليمين، يعني هتبقى بعد الستة ولا بعد التسعة. هعد اتنين كده، هتبقى بعد التسعة هنا، فهيكون الناتج طبعا كما يبدو لكم 18.96 جزءا من 100. هذا فيما يخص هذه المسائل. ننتقل للمسائل التالية. 5.7 أجزاء من 10 ضرب 3.11 جزءا من 100. كيف نقوم بضرب هذه الأعداد؟ نتجاهل العلامة العشرية، فيصبح لدينا 311. مستر دكتور، وانت بدأت بالتانية ليه؟ عادي، عشان هي الكبيرة بس، ممكن نكتبها فوق، ممكن على فكرة نكتب دي فوق، بس احنا يعني الراجح ان احنا بنكتب الكبير بيبقى فوق. طب هو ده الكبير؟ لا، مش ده الكبير، بس لما بنشيل البوينت فيبقى ده الكبير. 311 اكبر من 57، صح كده؟ يبقى 311 ضرب 57 هيكون الناتج كالتالي. هنبدأ نضرب خانة الأحاد اللي هي باللون الأخضر دي يا بنات في كل اللي فوق، كل الخانات اللي فوق. هبدأ أضرب 7 × 1 × 7 كما يبدو لكم، 7 × 1 × 7 تاني، 7 × 3 × 21. أنا كده خلصت خانة الأحاد، ولما أخلص خانة الأحاد ما اكتبش تحتها حاجة، ما تنسيش. على فكرة الخطوة دي لو أنت غلطت فيها المسألة كلها بتطلع غلط. فإحنا هنا ما بنكتبش حاجة تحت الأحاد بقى دي. هبدأ إن أنا أضرب 5 بعد كده العشرات وأكتب تحت العشرات، 5 × 1 × 5، 5 × 1 × 5 تاني، 5 × 3 × 15. إذا هبدأ أعمل عملية الجمع. 7 هتنزل زي ما هي، 7 × 5 = 12، وعلى الواحد، على الواحد بقت 2، 2 × 5 = 7، و2 × 5 هنا 7، والواحد هينزل زي ما هو، أصبح الناتج 17727. طيب أبدأ أعد المنازل العشرية في العددين عشان أشوف أحط العددين أو العلامة العشرية بعد كم منزلة أو بعد كم عدد من ناحية اليمين هنا في الناتج يعني. أبدأ أعد، هنا في منزلتين عشريتين، وهنا في منزلة واحدة، يبقى هنا في 3 منازل. 3 منازل عشرية يعني 3 أرقام هنا. يبقى دي 1 2 3، أحط البوينت في الحتة دي، فيبقى العدد الناتج 17.727 جزءا من 1000. ننتقل للمسألة التالية. 4.352 جزء من 1000 ضرب 2.1 جزءا من 10. طبعا ايضا نتجاهل العلامة العشرية مطلقا، هنتجاهلها تماما، وابدأ اجري عملية الضرب. هنضرب الواحد بخانة الاحاد باللون الاخضر كما يبدو لكم في كل الاعداد اللي فوق، فهينزلوا طبعا زي ما هو، لان الواحد ده عنصر محايد ما بيأثرش في عملية الضرب. 2 5 3 4 زي ما انتم شايفين. حد مش عارف جت ازاي، بنضرب الواحد في 2 ب2، 1 × 5 ب5، 1 × 3 ب3، 1 × 4 ب4. كده احنا خلصنا خانة الأحاد، فسيب تحتها فاضي وأبدأ أكتب بقى من ناحية خانة العشرات. 2 × 2 ب4، 2 × 5 ب10، 0 ومعانا الواحد في مخنا، 2 × 3 ب6 ومعانا واحد يبقى 7، 2 × 4 ب8. أبدأ أجري عملية الجمع لهذه الأعداد. 2 طبعا ما تحتهاش حاجة، هتنزل زي ما هي، 5 و4 9، 3 و0 3، 4 و7 11، ومعانا الواحد هيروح على 8 بقت 9. أصبح الناتج النهائي هو 91392. خلاص احنا كده خلصنا؟ طبعا لا، أحسنتولنا جميعا، أحسنتولنا جميعا. إذا هعد عدد المنازل العشرية الموجودة في العددين. هنا منزلة واحدة،
هنا ثلاثة منازل عشرية، إذن عدد المنازل الكلية الموجودة في العددين أربعة منازل عشرية. إذن سننتقل من ناحية اليمين أربعة أعداد، واحد اثنان ثلاثة أربعة، إذن سنضع العلامة في هذه المنطقة، سيكون الناتج تسعة علامة عشرية، واحد ثلاثة تسعة اثنين، ننطقها 9.1392 جزءا من 10,000. هذا فيما يخص ضرب الأعداد العشرية بهذه المسائل والأمثلة. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم ضرب الأعداد العشرية بشكل بسيط ودقيق. ننتقل الآن إلى قسمة الأعداد العشرية. إزاي بنقسم الأعداد العشرية وبنقسم على أعداد عشرية إزاي؟ الحقيقة في قسمة الأعداد العشرية أنا مهم عندي فكرة المقسوم عليه. هو الاسم يا جماعة يعني مقسوم ومقسوم عليه وخارج قسمة زي ما احنا عارفين طبعا. المشكلة عندي في قسمة الأعداد العشرية هي المقسوم عليه الحقيقة ببساطة شديدة. يبقى أنا دخلت لكم على طول في عصب القسمة. عصب القسمة، القسمة بتاعت الأعداد العشرية لازم يا جماعة يكون المقسوم عليه عدد كلي، عدد كلي، ما يكونش عدد فيه علامة عشرية، ما ينفعش، ما ينفعش. وبالتالي الأعداد اللي موجودة في المقسوم عليه لابد أن تكون أعداد كلية صحيحة، ما ينفعش يكون فيها علامة عشرية. إذن كيف سنتخلص؟ لنقرأ هذه القاعدة لقسمة الكسر العشري على كسر عشري آخر، أو عدد عشري على عدد عشري آخر. لاحظ، نحول المقسوم عليه، نحول المقسوم عليه إلى عدد كلي. كيف؟ السؤال الذي يطرح نفسه، كيف؟ طبعا هنضرب المقسوم عليه في أحد قوى العدد عشرة، يعني سواء عشرة أو مئة أو ألف أو عشرة ألاف وهكذا. لماذا؟ لأن يا جماعة لما بنضرب في عشرة العلامة العشرية كما درسنا من قبل، يعني العلامة العشرية بتتحرك جهة اليمين، لما نضرب في عشرة تتحرك جهة اليمين رقم. فلو أنا عايز أحرك العلامة يمين الأرقام كلها فمبقاش لها لازمة، ممكن أستخدم قوى العدد عشرة. وبالتالي لما بضرب في 10 العلامة بتحرك العدد، العلامة بتتحرك جهة اليمين رقم واحد. لما بضرب في 100 العلامة بتتحرك جهة اليمين رقمين. لما بضرب في 1000 العلامة بتتحرك جهة اليمين ثلاثة أرقام. يعني لفهم هذا الكلام سنأخذ المثال التالي. أوجد ناتج قسمة، وجدي ناتج قسمة واحد وسبع واحد وسبعون جزءا من مئة على تسعة أجزاء من عشرة. طبعا واضح جدا يا بنات إن المقسوم عليه، جماعة أنا قلت لكم بالله عليكم في القسمة يعني كلكم ركزوا في جزئية المقسوم عليه. المقسوم عليه، سيبك من المقسوم خالص، فين اللي أنا بقسم عليه؟ هو ده اللي هو التسعة جزء من عشرة. طب أعمل إيه؟ هتبدأ حضرتك تبصي، هل ده عدد كلي ولا عدد فيه علامة عشرية؟ ده عدد فيه علامة عشرية، عدد عشري يعني. يبقى ما ينفعش أقسم بالشكل ده، ما ينفعش أقسم بالشكل ده، ما ينفعش. هو ما ينفعش القسم يعني؟ لا تنفع، هتنفع طبعا، والدليل ان احنا هنعمل كده. المقصود ان احنا مش هينفع نطبق طريقة القسمة بالشكل ده، فبالتالي لازم يكون العدد المقسوم ده، المقسوم عليه ده، عدد كلي. طب هعمل ايه؟ هبدا اشوف العلامه دي انا عايز احركها ناحيه اليمين خالص عشان ما يبقاش لها لازمه. حركها كام رقم؟ هتتحرك رقم واحد. يبقى اول حاجه هعملها علشان احرك العلامه العشريه جهه اليمين رقم واحد، سوف اقوم بالضرب في عشره
لأن العشرة بتحرك العلامة العشرية منزلة واحدة جهة اليمين. طبعا لما بحركها منزلة واحدة جهة اليمين مبقاش لها لازمة. هقول تاني بالترتيب، المقسوم عليه هنا بيحتوي على منزلة عشرية واحدة، يعني في واحدة بس، وبالتالي عشان أتخلص منها هضربه في عشرة، هضرب المقسوم عليه ده في عشرة. ليه؟ عشان العلامة العشرية تحرك جهة اليمين ويتحول إلى عدد كلي اللي هو التسعة كما يبدو لكنا. يبقى هضرب تسعة من عشرة في عشرة، فطبعا هيكون الناتج كام؟ تسعة. إذا ده بقى كده تسعة. طب بالله عليكم ينفع إن أنا أضرب المقسوم عليه وأحوله وأسيب المقسوم؟ دكتور هو أنت مش قلت لنا مالكمش دعوة بالمقسوم من الأول؟ ما أنا جاي لك أهو. المشكلة عندي في المقسوم عليه. جميل، لازم يكون عدد كلي. بس في مشكلة هتظهر، حضرتك لو أنت لو هو عدد عشري وأنت حولتيه لعدد كلي، أنت ضربتي صح كده؟ فبالتالي أثرتي على المسألة. لازم بقى اللي عملتيه هنا تعمليه هنا. أنت هنا ضربتي العدد ده في 10، يبقى لازم حضرتك تضربي العدد المقسوم أيضا في 10 بناءً على ضرب العدد التاني في 10. يعني مش أنا بضربه كده من دماغي، لأ، عشان أنا ضربت ده في 10. يعني لو ضربت ده في 100 هضرب ده في 100 رخم؟ أيوه، لو ضربت ده في 100 هضرب ده في 100 هو كمان. يبقى إذا أبدأ إن أنا أضرب 1.71 جزءا من 100 في 10 أيضا، لأن أنا ضربنا المقسوم عليه. نعم، هنضرب في 10، فهيكون الناتج عبارة عن العلامة، طبعا الضرب في 10 يا جماعة بيحرك العلامة جهة اليمين، جهة اليمين رقم واحد أو منزلة واحدة، فهيكون الناتج 17.1. طبعا اللي مش فاهم ان انا، بصوا يا جماعه البوينت دي بقت هنا اتحركت رقم واحد، فهيبقى 17.1 جزء من 10. كده المساله الجديده اصبحت كالتالي. انا ظبطت المساله كده. اصبحت ازاي؟ ظبطتها يعني ايه يا مستر؟ يعني انا بدات ان انا اخلي المقسوم عليه عدد كلي، فالمساله شكلها اتغير. هل قيمتها اتغيرت؟ لا لا، قيمتها ما اتغيرتش، شكلها اتغير بس. فهيبدأ المسألة كالتالي: 17.1 جزء من 10 على التسعة. هنبدأ نجري عملية القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية. هذه الطريقة يعني يسميها البعض القسمة المطولة أو الخوارزمية المعيارية، يعني لا يهم الاسم يعني. إذا هنبدأ نقسم، نكتب المقسوم عليه هنا 17.1 جزء من 10، وهنكتب طبعا ده المقسوم يا جماعة مش المقسوم عليه، المقسوم هنا والمقسوم عليه هنا تاني. هنبدأ نكتب المقسوم هنا كده والمقسوم عليه هنا، وأبدأ إن أنا أقسم. طب هقسم ازاي؟ ركزوا معايا بقى. لما اجي اقسم ببدأ بأول رقم 1/9. هتنفع 1/9 دي تنفع؟ تنفع يا جماعة؟ ما تنفعش. 1/9 دي ما تنفعش. أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أخد رقم كمان 17، يعني بقت 17. طب واللي على اليمين دول ملناش دعوة بيهم، ملناش دعوة بالأعداد اللي موجودة دي. البوينت دي بنغفل وجودها تماما ايضا في القسم، يعني كانها مش موجوده دلوقتي. فابدا اخد 17/9 تنفع؟ ايوه تنفع. ابدا ادور في جدول التسعه اللي احنا حافظينه طبعا. 1/9 ب9، 2/9 ب18، انا بدور على 17، بدور على 17. طب احنا عدينا 2/9 دي تعدي، يبقى طبعا مش هاخد ال 2/9 ب18 خالص. ليه؟ هاخد اللي قبلها بقى، لان انا عايز 17. وبالتالي فببدا اخد ال 1/9 ب9 هبدا اقسم، هيكون 1، واضرب بقى ال 1/9 اللي هو هيكون 9، وبعد ما اضرب هعمل عمليه الطرح. يبقى الخطوات العمليه دي طبعا اخدناها قبل كده، لكن خطوات ببساطه شديده. اول حاجه ببدا ان انا اقسم، وبعدين أضرب، وبعدين أطرح، وفي الآخر بنزل رقم. تعال نشوف بس، إحنا دلوقتي وصلنا لخطوة الطرح. هنطرح كده، طبعا بحط أنا دلوقتي شغال على 17، ها
حطيت التسعة تحت السبعة مش تحت الواحد. سبعة ناقص تسعة، أو على طول ممكن تقولي 17 ناقص التسعة هيكون الناتج 8. جميل. طيب وبعدين ببدأ، أنا وصلت للبوينت، لما أوصل للبوينت بقى أحطها فوق يا بنات. أول ما أوصل للبوينت كده أحطها في ناتج القسمة فوق خارج القسم. تمام. وأبدأ أخد العدد اللي عليه الدور اللي هو الواحد أنزله تحت كده، فتبقى ده 81. جميل جميل جدا. طب 81 أقسمها على 9 تنفع؟ أيوه أيوه، برافو عليكن برافو عليكن، أحسنتن. طبعا طبعا، 81 على 9 فيها التسعة في جدول التسعة، 9 في 9 ب81 طبعا هيكون فيها التسعة. بعد ما أقسم بعمل إيه يا بنات؟ برافو، بضرب 9 في 9 أضرب 81، أكتبها أحاد مع أحاد، عشرات مع عشرات. إذا بعد الضرب بقى أطرح، برافو عليكم، نجري عملية الطرح. 1 ناقص 1 صفر، و 8 ناقص 8 صفر، شايفين الصفر اللي بيضحك الجميل ده؟ وبالتالي خلاص طالما المسألة ابتسمت لنا وصفرت تحت كده، إذا مسألتنا خلصت، وعرفنا كمان خارج القسمة اللي هو هيكون كالتالي 1 و9 جزء من 10، وبالتالي ناتج القسمة بتاع المسألة 71 جزءا من 100 على 9 جزء من 10 هيكون 1.9 أجزاء من 10، وبالتالي هذا هو خارج القسمة لهذه المسألة. ننتقل إلى تحدي جديد ومسألة جديدة. علينا إيجاد ناتج قسمة 2.64 جزءا من 100 على 6 أجزاء من 10. كيف نجد هذا الناتج؟ أولا ننظر إلى المقسوم عليه، 6 أجزاء من 10، ماذا سوف نفعل؟ طبعا بنشوف هل في بوينت أو علامة عشرية أم لا. هنلاحظ هنلاقي في أجزاء من 10 هنا، منزلة واحدة، منزلة واحدة، إذا نعم سوف نقوم بالضرب في 10. يبقى هنضرب 6 أجزاء من 10 في 10 للحصول على عدد كلي، فهيكون 6 أجزاء من 10 في 10 يساوي 6. واللي عملتيه في المقسوم عليه لازم نعمله في المقسوم، فهنضرب المقسوم أيضا في 10. يبقى إذا هيكون لما أضرب في 10 هتتحرك البوينت أو العلامة ناحية اليمين زي ما اتحركت فوق ناحية اليمين برضه، فبقت 6، ملهاش البوينت ناحية اليمين يا جماعة، ملهاش لازمة، خلي بالكم. وبالتالي هيتحرك هنا جهة اليمين منزلة واحدة، فيكون الناتج 26.4 أجزاء من 10. بعد كده المسألة هكتبها، هنكتب المسألة 26.4 أجزاء من 10 على 6. هبدأ إن أنا أجري أو أعمل النموذج الخوارزمية المعيارية أو القسمة المطولة. هنا المقسوم 6.4 أجزاء من 10، وهنا المقسوم عليه هو 6. طبعا احنا غيرنا الأشكال، قلنا القيم ما اتغيرتش، الشكل اتغير بس عشان خاطر نعرف نستخدم هذه الطريقة. هنبدأ بأول رقم من جهة اليسار اللي هو الاتنين. أنفع أقسمها على 6؟ لأ، صغيرة. هو ينفع أو ما ينفعش بناء على إيه برضه؟ لو صغيرة ما ينفعش أقسمها، ما ينفعش. ففي الطريقة دي يعني نقول ما ينفعش. طيب لو كبيرة ينفع أو يساوي ينفع، يعني لو دي 6 على 6 تنفع. فهناخد 26، ناخد رقم كمان 26 على 6 تنفع؟ اه طالما كبيرة تنفع، تنفع تتقسم. طيب هنقسم 26 على 6 ونبص في جدول ال 6. نجري شوية في الجدول، مثلا 4 في 6 ب 24، 5 في 6 ب 30. أول ما أعدي
يعني اول ما اعدي كده مش هينفع بقى، مش هينفع اخد 5 في 6 دي، فهاخد الاربعة في 6. الاربعة تروح فين؟ تطلع فوق. طب اربعة في 6 بكام؟ ب24. اكتب ال24 تحت. تحت مين؟ تحت ال26. اوعي تكتبي تحت الاربعة هنا، لا انا بتكلم على ال26 اللي انا اخدتها. وابدأ اجري عملية الطرح. هطرح 6 ناقص 4 2، 2 ناقص 2 0، ملهوش لازم. هبدأ البوينت دي اكتبها فوق، ما انا وصلت لها، انا وصلت لها، عشان كده بكتب البوينت فوق. وببدأ انزل الرقم اللي عليه الدور اللي هو الاربعة، فيبقى تحت 24. 24 اعيد القسمة مرة اخرى على الستة، اقسم 24 على الستة، طبعا معروفة فيها الاربعة. اربعة بعد كده اضرب اربعة في ستة، وهتقولي اربعة اربعة ماشية في ستة، لا اربعة اللي طلعت لي دي في ستة اهي، الاربعة اللي طلعناها دي هضربها في ستة بكام؟ باربعة وعشرين، اكتبها تحت الاربعة وعشرين. اجري عملية الطرح، اربعة ناقص اربعة صفر، اتنين ناقص اتنين صفر، ابتسمت الاصفار، انتهت المسألة. اصبحت المسألة كالتالي: 62 جزء من 100 على 6 من 10 ستساوي 4.4 أجزاء، جزءا 4 أجزاء من 10، وبالتالي هذا هو خارج القسمة النهائي. ننتقل إلى مسألة جديدة. هذه المسائل أتمنى منكم أن توقفوا الفيديو لبعض اللحظات كي تقوموا بحلها بأنفسكم لتتأكدوا أنكم قد فهمتم. لنرى حل هذه المسألة. أولا المقسوم عليه، بس ده اللي بعمله، ببدأ أبص على المقسوم عليه. هناك منزلة عشرية واحدة، هتخلص منها ازاي يا دكتور؟ طبعا زي ما اتفقنا بنات، بضرب في 10 للتخلص من منزلة واحدة. لو منزلتين بضرب في 100، 3 منازل اضرب في 1000. فهنا هضرب المقسوم عليه في 10 لانه يحتوي على منزلة عشرية واحدة. فلما اضرب في 10 العلامة العشرية بتتحرك جهة اليمين فتحذف، ليس لها قيمة، فيصبح المقسوم 17. أما القصدي يصبح المقسوم عليه 17. المقسوم سنضربه أيضا كما ضرب المقسوم عليه. يبقى إذن كما ضرب المقسوم عليه نضرب المقسوم أيضا في 10، فتتحرك العلامة العشرية منزلة واحدة جهة اليمين ليصبح الناتج 544. أتلاحظون المقسوم والمقسوم عليه أصبحوا أعدادا كلية ليسوا عشرية. هل هذه الأعداد وهذه المسألة التي سنكتبها الآن 544 على 17 ليست هذه المسألة؟ الحقيقة لا، إنهم نفس المسألة، إنهما نفس المسألة. مسألتين شايفينهم دول نفس المسألة لكن شكلهم اتغير فقط لغي. هبدأ أجري عملية القسمة كما يبدو لكم باستخدام النموذج الموضح. نضع هنا المقسوم ونضع هنا المقسوم عليه 544 على 17. هبدأ يا بنات بأول رقم من جهة اليسار، 5 على 17. هينفع؟ احنا اتفقنا لما يكون الرقم صغير يبقى ما ينفعش. هبدأ اضرب او اخد رقم كمان فهتبقى 54 على 17. طب 54 على 17 دي هتنفع؟ طبعا دي كبيرة هتنفع، وبالتالي هبدأ ان انا اشوف جدول ال 17. دكتور احنا مش حافظين اصلا جدول ال 17، عادي اعمليه على جنب كده، يعني انت ممكن تستخدمي الكلام ده في ان انت تعملي على جنب. 17 في 1 ب 17، 17 في 2 اضربي،
تعال اضرب مثلا 17 في 2 اهو 17 في 2. يلا بنات 17 في 2 بكام؟ هنضرب 2 في 7 ب 14، 4 معانا الواحد، 2 في 1 ب 2 وفي 1 يبقى 3، 2 في 17 34. طب اضرب يلا 17 في 3، 17 في 3 بكام؟ هنضرب في 3، 3 في 7 21، 1 ومعانا الاتنين في مخنا، أو نحطها هنا ما عنديش مشكلة، اللي عايز يحط بيحب يحط هنا فوق ماشي. ها 3 في 1 ب3 ومعانا 2 يبقوا 5. طيب لما اضرب في 4 اكيد هعدي ال 54 اللي انا بدور عليه. جماعه انا عايز دي، انا عايز ال 54 دي، انا بدور على دي فهعدي، فخلاص مش هاخدها. هاخد مين بقى؟ هاخد ال 17 في 3 دي، هي دي اللي باخدها في الطريق. طب بعدين اعمل ايه؟ ابدا اخلي ال 3 دي موجوده في خارج القسمه، وبعدين ال 17 دي تنزل فين؟ تنزل تحت ال 4، قصدي الناتج النهائي اللي هو ال 51 هينزل تحت ال 54. وبالتالي بعد كده الخطوة التالية هنعمل عملية الطرح. هنطرح، طبعا ملناش دعوة بالعدد اللي موجود هنا خالص، احنا بنتكلم على 54 فقط. 4 ناقص 1 3، 5 ناقص 5 0، ملهاش لازمة. هبدأ أنزل العدد اللي عليه الدور اللي هو مين يعني؟ اللي هو الأربعة أهو. إذن أصبح العدد اللي هنا 34، هبدأ إن أنا أقسمه تاني على 17. الناتج ده سواء 34 تنفع على 17؟ أه كبيرة تنفع. أبدأ أبص في جدول 7، إحنا لسه مطلعينها من شوية أهي، شايفين؟ 17 في 2 ب 34. أبدأ أخد الاتنين أحطها فوق، وال 34 اللي إحنا مطلعينها دي أحطها تحت، وأجري عملية الطرح. هنلاقي الابتسامة الجميلة ظهرت لنا من الأصفار الرائعة. إذن هيكون الناتج النهائي طبعا لهذه المسألة هو 32، ده ناتج هذه المسألة، وبالتالي سيكون خارج القسمة للمسألة 54.4 أجزاء من 10 على 1.7 أجزاء من 10 يساوي 32. يا دكتور هو ممكن الأعداد العشرية قسمتها تديني عدد كلي؟ أيوة طبعا، أيوة طبعا. وبالتالي ننتقل للمسألة التالية. المسألة التالية طبعا وقف الفيديو وحل بقى، وقف الفيديو وحل بقى لوحدك علشان تتأكدي إن أنت فهمتي. يلا نشوف الحل مع بعض. عندنا 8.4 و 424 جزءا من 1000 على 36 جزءا من 100. ننظر للمقسوم عليه اللي هو مين يعني؟ اللي هو 36 جزءا من 100. كم يحتوي على المنازل العشرية؟ يحتوي على منزلتين، نعم منزلتين عشريتين. سمعتكن، سمعتكن، سمعتكم يعني. قلت ايه بقى؟ ايوه هنا منزلتين عشريتين، نعم سوف نقوم بالضرب في 100، سوف نقوم بالضرب في 100 لكي نتخلص من هذه المنازل العشرية، وبالتالي هنضرب في 100 لكي نتخلص من العلامة العشرية. سيكون الناتج، سيكون الناتج كما يبدو لنا 36، لأن الضرب في 100 يحرك العلامة العشرية رقمين جهة اليمين، رقمين جهة اليمين، فبالتالي سيكون الناتج 36، لأن العلامة عندما تتحرك جهة اليمين يا خلاص كده ملهاش لازمة، لا تؤثر، وبالتالي هيكون الناتج 36. هنبدأ
نضرب أيضا كما ضربنا المقسوم عليه في 100، سنضرب المقسوم أيضا في 100، فيكون الناتج كما يبدو لكم. ستتحرك العلامة العشرية رقمين جهة اليمين، يبقى هتكون هنا بين الاثنين والأربعة في الجزء اللي هنا ده، وبالتالي يكون الناتج 842.4 أجزاء من 10. هنبدأ نكتب المسألة الجديدة. 842.4 أجزاء من 10 على 36، وأبدأ إن أنا أستخدم الخوارزمية المعيارية وأكتب المقسوم هنا والمقسوم عليه هنا. هنبدأ بالتمانية، أول رقم من جهة اليسار ما تنسوش. 8 على 36 هتنفع، طالما صغيرة يبقى ما تنفعش خلاص. في الجماعة ما تنفعش فين؟ ما تنفعش هنا في الطريقة دي، مش بشكل عام يعني. طيب ال 84 تنفع على 36؟ اه، طالما اكبر منها يبقى تنفع، او تساويها، لو حتى لو تساويها تنفع. طيب وبعدين ابدا ادور بقى في جدول ال 36، هو 36 لها جدول؟ ايوه طبعا. هدور في جدول ال 36 على مين يا بنات؟ على العدد 84. فاضرب ال 6، لسه هضرب ال 36 في 1؟ لا طبعا، اضربي على طول. يلا ال 36 في 2، هنضرب ال 36 في 2، هيكون الناتج كام بقى؟ لما نضرب ال 36 في 2، هنضرب ال 6 او ال 2 في 6 ب 12، 2 ومعانا ال 1، 2 ومعانا ال 1 في مخنا، وبعدين هضرب ال 3 في 2 او ال 2 في 3 ب 6 وفي 1 هيبقى 7، يبقى 2 في 36 ب 72. طب هضرب في 3، لسه ما وصلتش ل 84، بدور على دي، أنا بدور على 84، هضرب في 3. طيب لما أضرب في 3، 3 في 6 ب 18، 8 ومعانا ال 1، 3 في 3 ب 9 وفي 1 طبعا هيبقى 10، يبقى 108. إحنا كده عدينا يا بنات، عدينا ال 84، فهاخد مين؟ أيوه، هاخد الاتنين والاتنين وسبعين. الاتنين دي بتطلع فوق، الاتنين وسبعين دي بتنزل تحت الاربعة وتمانين. ابدأ اجري عملية الطرح على طول. واحد يقول لي طب يعني، او طبعا احنا كنا هتقول لي طب هو ايه بتطلع فوق بتنزل؟ احنا قلنا بقى احنا بنقسم بعدين نضرب الاتنين في 36 اللي احنا ضربناها فوق دي اللي هي 72 تحتها. اجري عملية الطرح، 4 ناقص 2 2 و 8 ناقص 7 1، اذا الباقي هيكون 12، ولكن هنا العلامه العشريه لم نصل اليها، ينفع نحطها فوق؟ لا، هنزل العدد اللي عليه الدور او الرقم اللي عليه الدور اللي هو مين؟ الاثنين، فيبقى 122. طيب هبدا اقسم تاني على ال 36، جميل. طب لما اقسم على ال 36 هينفع؟ اه، هدور في جدول ال 36. أنا هنا ما وصلتش ل 122، بس لما أضرب في 4 هوصل، لما أضرب في 4 أكيد لما 36 بعد ال 108 هعدي طبعًا. فهاخد التلاتة دي، يبقى التلاتة تطلع فوق وال 108 تنزل تحت. وأبدأ أجري عملية الطرح. 2 ناقص 8 هتبقى 12 ناقص 8 4، وهنا هتبقى 1 ناقص 0 1، وال 1 ناقص 1 0 خلاص خلص. إذًا تاني اللي ما فهمش، هنا دي هتبقى هستلف واحد من هنا، بقت دي 12 ناقص 8 4، ودي 1 ناقص 0 1، ودي 1 ناقص 1 0 ملوش لازمه ناحيه اليسار، وبالتالي 14. اول ما اوصل للبوينت حطيها فوق لو سمحتي، حطي البوينت فوق. حطينا البوينت تمام، انزل بقى العدد اللي عليه الدور اللي هو 144، جميل، اللي هو الاربعه نزل تحت، فيبقى الناتج هنا تحت الباقي 144. كلام جميل جدا. يمكننا ان نقسم مره اخرى، سنجرب، لابد أن نجرب، لأننا عندما ننزل رقم لازم نقسم، لازم، حتى لو ما ينفعش فبحط فوق صفر، لازم. 144 على 36 لسه ما وصلناش ليها، فهبدأ أضرب في 4. يلا اضربي. 4 في 6 ب 24، 4 معانا الاتنين في مخنا، و 4 في 3 ب 12 وفي 2 يبقى 14. الحقيقة أنا وصلت للناتج اللي أنا عايزاه اللي هو 144. اذا هاخد الاربعه اللي هنا دي طلعها فوق
وابدأ ان انا انزل ال 144 تحت ال 144، اعمل عملية الطرح، اتسبت المسألة والاصفار نزلت، وبالتالي هيكون خارج قسمة المسألة 8.424 جزء من 1000 على 36 جزء من 100 هو 23.4 أجزاء من 10. هذا هو خارج القسمة وناتج هذه المسألة. المسألة التالية، عليك تحلي هذه المسألة بشكل دقيق، ويعني يبدو أن المسألة صعبة جدا لكنها في الحقيقة مسألة سهلة جدا. طيب أوقف الفيديو، حاولي أن تحلي هذه المسألة ثم انتظري الحل. هيا بنا لنحل هذه المسألة. ننظر إلى المقسوم. رأينا المنازل العشرية ثلاثة، سنتخلص منها كيف؟ نعم، بالضرب في 1000. ثلاثة منازل عشرية، إذن سنضرب في 1000 لكي تتحرك العلامة العشرية جهة اليمين ثلاثة أرقام، ويتحول العدد لعدد كلي سيصبح 7. نعم، لماذا؟ العلامة العشرية تحركت من هنا إلى هنا، أصبحت 7، والإصفار اللي على اليسار ليس لها قيمة، والعلامة على اليمين تحذف. ضربنا المقسوم عليه في 1000 لكي نزيل ونحذف هذه العلامة العشرية، إذن أيضا لابد وأن نضرب المقسوم في 1000. لما نضرب المقسوم في 1000 يا بنات، هتتحرك العلامة العشرية جهة اليمين ثلاثة أرقام، يعني هتكون هنا في الحتة دي، فهيكون عندي 6.3 جزءا من 10. هنبدأ نكتب المسألة بتاعتنا اللي هي عبارة عن 6.3 جزء من 10 على 7. طبعا شوفوا شكل المسألة بقى عامل ازاي، اتغير تماما وبقى شكلها لطيف وجميل كده. هبدأ اكتبها في نموذج الخوارزمية المعيارية التي لدينا. 6.3 جزء من 10 على 7، هبدأ اقسم 6 على 7، ما ينفعش طبعا. طب اعمل ايه؟ احط صفر. حط صفر. طب وبعدين؟ طبعا هطرح هذا الصفر، هتنزل الستة زي ما هي، وببدأ ان انا اخد البوينت احطها فوق وانزل التلاتة اللي عليها الدور، هتبقى 63 على 7، طبعا فيها التسعة، هبدأ اضرب 9 في 7 ب63، انزلها تحت واعمل عملية الطرح، فيصبح ناتج المسألة النهائي خلاص 9 أجزاء من 10 ويتبقى صفرا. إذن ستكون هذه المسألة التي كتبناها هنا 63 جزء من 10000 على 7 أجزاء من 1000، ناتجها 9 أجزاء من 10.